هو ايه اللي طلعها فجأة في دماغك كده نتغدى بره يعني؟ عادي، تغيير مناظر. ما نفسكش تغير جو؟ لا اصل يعني مستغرب الحنية الزايدة دي. ايه، في حاجة عايزاني اخلصها لك؟ هو لازم يعني يبقى في مصلحة؟ اخسى عليك يا جمال، على طول ظالمني كده. عموما بكرة تعرف غلاوتك عندي. ما انا حاسس. ايه ده، انت ماشية في الطريق ده ليه؟ ابدا، هنعدي على نجله ناخدها معانا. انا قلت في حاجه غريبه من الاول. وايه الغريب في كده؟ انا ونجله بقينا شركة في كل حاجه، واكيد يعني مش هستكتر عليها عزومه غدا بره البيت. لا، نزعجها ليه؟ هو انت مش معاك مفتاح؟ افتح بالمفتاح اللي معاك. معايا مفتاح بس ال بس ايه، افتح. ابلغ. عامر، بتعمل ايه في بيتي؟ يظهر يا جمال ان احنا جينا في وقت مش مناسب.